السلام عليكم البنات، ان شاء الله اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه انا مجرباها شخصيا، وصفه فعاله مين عطاتها لي واحد السيده كنعرفها، يعني مرا كبيره وجربتها وان شاء الله وجابت معايا نتيجه البنات، وهي شي حاجه اللي عندنا في البيت وتناكلوها، يعني ما تخافوش منها، ماشي شي حاجه اللي كتضر لا شي حاجه. مي هذه بالناس اللي كيبغيو يديروا الريجيم خاصهم يديروها شي جوج المرات هكايا في السيمانه، ومن بعدها غادي يديروا الريجيم غادي يجيب معاهم نتيجه. دابا هاد الوصفه كتغسل البنات، كتغسل القولون، كتغسل المصرى الكبير، بحال هادوك اللي عندهم الريحه في فمهم في الصباح كتخرج المعده، وداك السموم اللي كتكون عندنا في الذات كتغسلها. هذه الصراحه انا مجرباها مع كات فوا، يعني مزيانه، ميم راجلي جربها مع هو تيكمل كارو، عرفتي رد هذاك الشيء كله كحل كاع السموم خرجتهم ليه. ولكن بشرط اللي بغى يديرها ديروها البنات بالويكاند هكا في السبت بالليل، رقدوها والصباح طحنوها وشربوها هكايا، تكونوا في الدار ما تكونوش في الخدمه باش حاشاكم اللي بغى يدخل الطواليت. انا بعدا ما رديتش، فهمتي كتصفي الذات بحال هذيك الريحه اللي كتكون كارهه في الفم كتحيدها، فهمتي. يعني هذه الوصفه انا مجرباها شخصيا، وانتم تقليدكم عليا الا كذبت عليكم، وعني فيها الوصفه يعني كلشي هذا الشيء اللي فيها المكونات اللي فيها طبيعيه البنات. ها انتم فيها زرعه الكتانه البنات، ها هي، وفيها البرقوق، البرقوق ناشف هذا اللي تنديرو برحنا المغاربه تنديرو به الطاجين، مي هذا البرقوق اللي تنديروه مع اللحم. انا البنات ديجا غسلت ستات البرقوقات وحيدت ليهم العظم، هما دايراهم في هذه الزليفه، غسلت ستات البرقوقات وحيدت ليهم العظم، وغنديرهم ديريكت في الخلاط هكا، وغادي ندير 3 المعالق ديال زريعه الكتان البنات. نتوما عارفين زريعه الكتان والفوائد ديالها للشعر والبشره، ودابا الناس ولاو تيديروها حتى في الاكل وكيدخلوها في الخبز. 3 المعالق البنات ديال زريعه الكتان هكا، يعني وصفه سهله البنات غير اللي ما بغاش يديرها. وغادينا البنات نديرو مع 2 معالق ديال زيت الزيتون طبيعي البنات، 2 معالق ديال زيت الزيتون طبيعي. هاد الوصفه البنات انا مجرباها شخصيا وسهله البنات، حنا ما تخافوش منها سهله، وماشي ريحتها كاريه ما تقدروش تشربوها، وكنشدو قرعه تاع الماء ماشي شي، اسمحوا لي على بنتي شويه ضربها البرد كتكح، قرعه يعني تاع الماء كنشربو ونعمروا عليها هكا، نعمروا عليه الماء، الماء طبيعي. يعني وصفه سهله، كتغسل فهمتوا البنات، كتصف كتغسل المصرى الكبير وكتغسل القولون يعني، وكتنظف وكنعمروا عليها هكا البنات الماء، وتنسدوا عليها. انا عندي هذا الخلاط ساهل، كنسدوا بحال هكايا، كنسدوا وتنخلطوا هكايا البنات، وتنسدوا وتنخليه حتى الصباح غير نوض، تنطحنوا وتنشربوا على الريق، على الريق البنات، وكتبقى واحد الساعه تاع المكانه عاد فطروا. هاد البنات هاد الوصفه راها مجربه، وميم لي فهمتي بحال دابا تحيدوا السموم من الكرش، وعاد الا بغيتوا ديروا الريجيم غي هذيك الساعه غادي ينجح معاكم. يعني حنا الكرش ديالنا القولون عامر سموم، ملي تنبغيو نديروا الريجيم ما تينجحش معانا، الكرش منفوخه، المعده تكون عندنا منفوخه في الصباح، ما كنقدروش نفطروا، كتكون الريحه الكريهه طالعه من الفم البنات. هذه الصراحه انا مجربه وتندعي لهذيك السيده بالرحمه اللي عطاتها ليا، الله يرحم لها الوالدين في هذا النار. يعني وصفه انا عجبتني شخصيا، عجبتني ميم يجربوها الرجال والعيالات، يا با بروبليم، ميم سيغتو هذوك الرجال اللي تيكميو وراه كتخرج ليهم كاع هذاك الدخان وهذاك الشيء كتخرجوا ليهم. غير ديروها البنات ديروها في الويكاند، ولا ما تكونوش خدامين هكا في الدار، وهذه راه ساهله البنات. هانتوما فيها البرقوق السيك، فيها زريعه الكتان، وجوج معالق ديال زيت العود، زيت الزيتون يعني بيو، وفيها الماء، ساهله البنات. والصباح طحنوها وتشربوها على الريق، تخلوها مرقده. انا غدا ان شاء الله غنطحنها وغنشربها على الريق، وترقدوها بحال هكا في الخلاط
في الصباح طحنوها وتشربوها وتبقى واحد الساعه وعاد تفطروا. يعني كتغسل كاع السموم اللي في الذات ولا درتو الريجيم ولا شي حاجه كتنجح معاكم، وديك الكرش ما كتبقاش منفوخه والمعده حتى هي كتغسلها. يعني الصراحه هذه الوصفه مجربه وانا كندعي لها هذيك المره اللي عطاتها ليا بالرحمه في هذا النهار. ولا عجبتكم الوصفه البنات ما تنساوش تخليوا ليا كومونتير، قولوا ليا كيف جات معاكم ودعموني وشاركوها مع الناس هكاكين باش يستافدوا منها، حيت هذه الوصفه صحيه البنات وما تخافوش منها، يعني زوينه. وما تنساونيش باللايك وشاركوها مع احبابكم. الله يخليكم البنات، يلا مع السلامه ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله.